اهلا بكم جديد. المحاضره دي هنشرح ازاي نستخدم نظام التلسكوب. هنروح هنا مثلا الكونفرس بتاعتي، احط الزرار مثلا بطن، فين بطن، ادوس عليه دبل كليك، هسميه مثلا تلسكوب، وممكن تحط صوره تلسكوب واحط الزرار ده مثلا فوق. يهمني في الزرار ده لما اجي ادوس عليه يفتح لي الصورة بتاعت التلسكوب. طب انا هحط هنا ايمج يو اي، اختار حاجة اسمها ايمج، ايمج يحط الصورة بتاعت التلسكوب اللي هي فين، الصورة بتاعت التلسكوب، صورة التلسكوب المفروض اخليها برضو يو اي. اللي هي دي واسميها اي ام جي تلسكوب. اصفر الحاجه دي كلها، خلي اول حاجه قبل ما اصفرها لازم تكون الوضع ده عشان تكون ملء الشاشه، وطبعا ده البوزيشن بتاعها خليها المفروض صفر صفر صفر. بص كده، يعني دلوقتي حالا لما اجي اقول شغاله فول سكرين لما اجي افتح الصوره ال مش المفروض لما تدوس على زرار الصوره ايه تتفتح. وادوس على الزرار الصوره ايه تتقفل، بس هي دلوقتي حالا الصورة مفتوحة جاهزة، شايفين؟ بالإضافة بس دلوقتي حالا إيه، أنا عايز أحط كام دم كده، كأنك أنت كده بتنشر عليها بالظبط. ده غلط. طب نعملها كده إزاي؟ طب أنا محتاج أول حاجة بيتي التلسكوب ده أحطه ورا الإيمج، هو ده لا ده انا كده عكست على فكرة، في حاجة عكستها. هرجع كده باك، مفروض بيت التلسكوب ده على الايمج نفسها مش على البطن، معلش اسفين، اللي هو ده الايمج نفسها دي. وطبعا هو ان ايه مكانها هنا البطن بتاعي ده هو بيتي التلسكوب مكانه فوق. والايمج هسميها ايمج تلسكوب، ايمج اندرسكوب تلسكوب، ويكون الوضع بتاعها هنا والصفارة طبعا زيرو 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 عشان تكون ملأة الشاشة، والزرار بتاع التلسكوب خليه ظاهر هنا قدام عشان أعرف أشيله وأفتحه، يبقى أحطه تحت الإيمج تمام كده عشان طبعا إيه الزرار ده أبدأ الزرار اعرف اشيل واحطه. عشان ادوس على زرار التلسكوب يختفي، ادوس على زرار التلسكوب يتفتح، اسمي هنا ايه بيتي اندرسكور تلسكوب، واي ما جي التلسكوب دي مقفولة، فاذا لما اجي ادوس عليها هتتفتح. هذا بالاضافة، هذا بالاضافة ايه بقى، تعالى بقى بص هنا، انا عندي هنا باص فاير باص، الفاير باص دي
هشيل المش عليها واحط عليها الكاميرا، تمام، بحيث الكاميرا يكون هي مصوره الشخص. يعني دلوقتي حالا انا عندي المين كاميرا بتاعتي، هقفلها كده، بقى انا عندي ايه الكاميرا جوه الباص. لو قفلتها خلاص الكاميرا دي هقرب بدل من 60 هحاول اقرب منها شويه كده بحيث تكون مظبوطه قوي يعني، تمام، بس كده يعني كفايه. وممكن اطلعها فوق شويه كده لكن تندرج منه. فاذا انا عندي هنا كاميرا هسميها اندرسكور كاميرا اندرسكور باص، ودي طبعا الاكتيف بتاعتها فولس، والكاميرا بتاعتنا اساسيه شغاله. لما اجي اشغلها يبقى دي كده شغاله، واجي اشغل الايمج في نفس الوقت. الايمج لما تيجي تشتغل اللي هي ايمج بتاعت الاسكوب، شوف بقى الشكل بيبقى عامل ازاي، مظبوط ولا لا؟ جدا في نفس الوقت قربت، وفي نفس الوقت اديتك الخيال انك ماسك فعلا التلسكوب وهتنشر عليه، وفعلا دي هتدي لك الهدف الحقيقي. طيب تعالى هنا نروح عند ال بيتي تلسكوب. انا عندي هنا زرار اسمه بيتي تلسكوب، بيتي كان حاط فين نسيت، بيتي تلسكوب هديله هنا بسكريبت اسمه تلسكوب، احنا كنا موجودين فيه وهنعدل فيه. تلسكوب تلسكوب سكريبت، هنعدل شوية حاجات فيه. الجديد هنا في السكريبت ده يديلك ايه، تدوس عليه ينفذ امر، تشيل مش تشيل ايدك عليه، يعني كون دوس عليه مره واحده هيفتح تلسكوب، دوس عليه مره تانيه هيقفل تلسكوب، دوس عليه تاني تالت مره هيفتح، الرابعه هيقفل. طب هنا في حاجه اسمها التبادل، ليها مسمى بس مش فاكرها بصراحه، بس هوريها لكم في ناحيه البرمجه عشان ممكن تنفعك في حاجات تانيه كتير اوي غير الموضوع بتاع التلسكوب ده. خلينا كده نفتحها، نفتح السكريبت اسمها ايه تريجر، اسمها تريجر اللي مسمى اسمها تريجر تقريبا، بس من ناحية اليونت اسمها تريجر، بس ليها في برمجة تانية او في مجالات تانية بكلها اسماء تانية مختلفة يعني. خلينا بس نصب لغاية ما السكريبت يفتح. طيب ده ما يهمنيش في حاجة، أنا عندي أقول مثلا public game object، أنا عندي الزرار لما أجي أدوس عليه هنفذ له شوية حاجات. بص سيبك بقى كل الرغي ده كله، وكل الرغي ده إيه كله كده، والرغي ده كده كله سوري. طيب هنا هستدعي الفانكشن دي في هعمل في ايفنت كليك. خلي بالك بقى هنا بقول اف اكس على 2 بيساوي 0 خليها ابيض، طبعا هدوس عليها تبقى حمرا وهكذا. هنا اقول له اول حاجه اقول public، عايز اشوف في سكريبت تاني غير دي ولا لا، مفيش. اقول هنا public game object اقول main كاميرا، اقول public game object باص كاميرا underscore كاميرا. انا عايز اقول خليها اول حاجة كاميرا main وكاميرا باص،
عشان لما اجي انادي عليه يبقى عارف ايه بتاعت ايه. كاميرا مين اذا دوست عليه هتنفذ في المنطقة دي. كاميرا اتنين ست اكتف ترو. كاميرا باص دوت ست اكتف ترو والتانية فولس انا اسف. يعني لو دوست عليها الكاميرا الاولانية هتتقفل والكاميرا التانية هتتفتح. اولس لو دوست عليها مرة تانية الموضوع هيبقى ايه العكس. هعمل تانية ايه هعمل برضو ايه العكس برضو. عندي كاميرا وعندي هنا ايمج ايمج اي ام اي اي ام جي اندرسكور تيليسكوب اقوله ايمج تيليسكوب هتشتغل هنا اي ام جي تيليسكوب تصير اكتف تساوي ترو. برضو لو دوست عليها مرة تانية تبقى فولس. دي حاجة تانية يبقى في حاجتين هنا الكاميرا والايمج هما الاتنين يبقى ترو او فولس. طيب هرجع هنا بيتي تلسكوب لازم اديلها ايفنت كليك عشان اتكلم الميثود اللي هي بتعمل التارجت مش اسمها تارجت مش تارجت اسف نسيت. طلع هنا ايفنت كليك وايه هيكلم الفاكشن اللي اسمها شو تلسكوب. طبعا اول واحده نسيت الغيها شو تلسكوب لا مش شو تلسكوب اسمها هيكلم لا تلسكوب سكريبت. هي دي بس لسه ما عملتش ابديت هي جت يا سوري اسف. بس في الفانكشن نفسها اللي اسمها شو تلسكوب دي هي اللي هو يرد عليها. من كاميرا بتاعتي اهي عندي كاميرا موجودة في الباص اهي كاميرا موجودة في الباص هتكتب انا كلمة باص كمان غلط. التلسكوب ايمج بتاع التلسكوب اهي هي كده خلاص خلصت. تعال بقى افتح الكاميرا الاساسية وايه وافتح الكاميرا الاساسية وبعدين الكاميرا الموجودة في التلسكوب اقفلها عشان تبقى ماشية بشكل مظبوط. والباص دي بقى هشيل مش منها سايب على كده. وحاجة كمان بالمرة على كده مخلصتش المحاضرة في كمان حاجة اكشن هعمله. انا عايز لما اضرب رصاص مسدس يطلع نار هستخدم حاجة اسمها برتقال سيستم. طيب انا عايز انا ايه تاني انا نسيت هرجع دومن ومن وان كان في حاجة رب انا نسيت البولت ده انا هشيل منها مش عايز مش منها تمام. بس كده تعال بقى اشوف افتح بص بقى يا ريس هنا بقى هدوس على التلسكوب شايف الكاميرا عملت ازاي ونورت. اشيل ايدي مع التلسكوب خلاص بحيث لما اجي افتح المسدس مثلا او رشاش وادوس مثلا تلسكوب تمام. المفروض بقى الرشاش بقى برضو الصورة بتاعت الرشاش
هتظهر بس هيختفي او لا ظهرت نو. دوس عليها هتلاقيها بتضرب بس بتتأخر. المفروض برضو الصورة تبقى ايه، الصورة بتاعت الرشاش براها برضو زي ال براها برضو زي التلسكوب. تعال شوف هنا، انا عندي هنا طبعا خليني افتح ال ايمج تلسكوب، وانا عندي زرار بتاع التي فاير مثلا. الاسلحة دي لازم تكون على ما اعتقد الايمج تكون فوقيه برضو هي كمان. تعالى بص كده، ودول صحيح انا حطيتهم كده بالبركة ولا ايه؟ المفروض احطهم في مكان معين، احطهم مثلا تعالى كده، المفروض احطهم في مكان معين. مثلا او احطهم على الشمال مثلا. كده لازم ألغي الصورة دي، مش كنا بنعمل على تيست يعني. مش ألغيها، هعملها هيدن قصد عليها يعني. أروح عند بيتي تلسكوب، إيمج تلسكوب، مثلا ادوس مثلا على تلسكوب، اقفله عشان ما اجسش المسدس، اهو اجهز المسدس او الرشاش اللي هشتغل عليه اهو. ظهر لي هناك اهو، انت ممكن تظبط الوضع بتاعه اكتر من كده وتكبره اكتر من كده. دوس عليه اهو اشتغل. طيب ايه تاني؟ انا ممكن حاجة دي كمان اكبر اكتر من كده، بس عايز احط بارتيكل سيستم عشان يطلع الشكل النار اللي بتطلع. انا عندي هنا ورمي، انا عندي هنا بارتيكل سيستم في شكل فاير بتطلع، وشكل فيه شكل تفجير انفجارات و و و. اروح عندي مثلا في تولز، كانت موجودة عندي تولز، عندي بارتيكل سيستم، بارتيكل ديفايس شيدر. اروح عند التولز بتاعتي هنا واحطها، المشروع مرفق تقدر تعمل داونلود من تحت الفيديو مباشرة. استنى بقى انا متحمل. البارتيكل اللي اشتغلت، البارتيكل دي فيها ادوات كتير قوي، انواع من انواع تفجيرات النار والميه والدش مش عارف، في حاجات كتير قوي تنفعك. خلينا نروح عند وومن 1، يهمني طبعا عند الباص بتاع الفاير. عايز نقفل كل ده على فكرة. الفاير دي انا محملها من اللي هي دي، انا هخلي مش موجود عليها عشان اعرف احط نوع الفاير المناسب. اروح عند بريفاب، شوف بقى النوع اكسبريشن ده اللي هو تفجير في فاير مثلا، شوف شكله عامل ازاي. ده في نوع مثلا، وفي عندي في فاير موبايل يعني شكل كده مختلف من تأثيرات فاير موبايل، اعتقد هي اللي تنفع اقرب ليها.
ممكن تحط اكسبريشن، و ممكن تحط اكسبريشن في ده سموكينج وده فلان، مش فاكر مش فاكر فلان دي ايزي دي النار هي فلان. خليه مثلا فلام سوفت، شوف كده فلام سوفت تنفع ولا لا، بس واخد انوار كبير قوي يعني. خلينا نشوف نوع تاني فلان سوفت، في فلان فلات موبايل، فلات موبايل عشان تبقى نوع قليلة. ممكن تشغلها كده، ممكن تقلل كمان من الفاير بتاعها. دور بقى هنا شوف ودي شيب فاير، ممكن تكون شيب فاير اللي هي نار صغيرة. المفروض بقى ايه الحاجات جواها تشتغل. شاب فاير شاب فاير شاب فاير ريستارت. طيب ممكن الشاب فاير دي تعني شغل النار اللي طالعة من الباص. بقى في نفس المكان، وقول مثلا ايه اسميها فاير بس. واقول مقفولة وافتحها كل ما تدوس على ايه، وافتحها كل ما تدوس على الفاير رومان. يعني مثلا عندنا فاير رومان، ادوس فاير ام بابليك اوبجكت هسيني برضه فاير. واذا كانت ترو اقول له فاير دوت سيت اكتف ترو. اذا كانت فولس هقول له دي تبقى فولس، سيب على كده. خلينا نروح بقى عند المصدق اللي هو الرشاش اللي هو بيتي رشاش اللي موجود فيه السكريبت. استنى لما تعمل لودنج فاير او فاير بنادي عليها بتيجي بكل سهولة. اهي انا عايز بقى اشيل بقى ايه المش هنا، هتشغل نشوف بس مش ماكسيمم عشان نشوف فرق النتيجة، او حتى ميكسر مش مشكلة يعني. هتمسك مسدس هتجيب رشاش هدوس على البتاع ده، طلع شكل النور اختفى. انت بقى تبقى ايه تعدل وتظبط زي انت ايه زي انت ما عايز. اوكي خلصنا من هذه الحلقة، واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.